بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجه كده اختراع يعني هيعجبكم قوي وطعمه تحفه، وكمان فيه مقادير لذيذه حلوه قوي وهتتقدم في المناسبات. تعالوا نشوف مع بعض. بس قبل ما نشوف عايز اقول لكم يا ريت تبعتوا لنا على صفحتنا صفحه الحياه تي في علشان خاطر نتواصل معاكم ونقدر نلبي لكم رغباتكم ونجاوب على كل اسئلتكم اللي بتبعتوها. كمان كلمونا على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017 3855-0017. يلا نقول استيك الطرب. استيك الطرب حاجه جديده خالص. يلا نقول مقاديرها وبعد كده نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه عندي كيلو من لحم الفيليه بقطعه كده افرده هوريكم شكله، وبعد كده عندي نص كيلو من اللحم المفروم الملبس، وقطعه من المناديل بتاعه الطرب، وبصلتين مفرومين ومعصورين، ومعلقه من البهارات، وشويه ملح وشويه فلفل وطماطمايه مبشوره. هنقول تاني علشان خاطر المقادير دي لازم تحفظوها دلوقتي وتسجلوها، حلوه قوي. زي ما قلت كيلو من قطعه الفيليه، نص كيلو من اللحم المفروم الملبس، وكمان عندي بصلتين مفرومين ومعصورين، وعندنا قطعه من المناديل هوريكم شكلها، وعندنا كمان معلقه بهارات وملح وفلفل وطماطمايه مبشوره. ويلا بينا. اول حاجه هنجيب الخليط بتاعنا ده، بس عايز اوريكم قطعه اللحمه بتاعتنا اهو. يا ام ياسين، السلام عليكم. يا صباح الفل، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. بخير والله الحمد لله تمام. يا ما بسمع صوتكم ببقى كويس قوي. يا رب يخليك يا شيف. لو سمحت ممكن اسال حضرتك عن الكريب؟ عينيا حاضر، هقول لك عليه. حاضر من عينيا هقول لك على الكريب الحلو والكريب الحادق وازاي نقدر نعمله حالا دلوقتي. بصوا بقى، انا جبت قطعه الفيليه زي ما هي كده من النص وفردتها بالشكل ده، تمام اهي، قطعه مستطيله، وبعد كده بطيتها. يعني ايه بطيتها؟ يعني ضغطت عليها بين كيسين كاني بعمل اسكالوب، تمام. ادي اول حاجه في الموضوع بتاعنا، هنديها رشة من الملح من الناحية دي، ورشة من الفلفل من الناحية دي كده، وبعدين هنشيل دي كده، وهنجيب كيس بلاستيك. خليكم معايا، يعني بلاستيك فيلم. ليه بقى؟ علشان ده اللي هيضغط معايا ويخلي لي الشكل الحاجة شوية كويس. تاني اهو بنجيب بقى كيس بلاستيك كده. انا طبعا عندي الرول الكبير، بس طبعا انا حابب اجيب لكم الحاجات الموجودة عندكم في البيت نستعملها، زي ما كل الاشياء الموجودة في البيت عندكم بنقدر نستعملها. انا فتحت اهو الكيس وهابرمه كده براحتنا خالص. نيجي من الأول هنا ونفتح الكيس خالص لغاية الآخر، تمام، ونقطع بالسكينة ونشيل بقى البلاستيك بتاعنا على جنب. وتعالوا معانا أهو، إحنا حطينا شوية من الملح على جزء من اللحمة، وهاخدها كده يا أم نور يا صباح الفل، و اقلبها علشان احط لها شويه كمان من الملح والفلفل. يا ام نور اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بيكي، اتفضلي يا فندم. سامعك، منور الشاشة. صباح الفل عليك يا ربنا يخليك يا رب تأمريني. معلش عايزه طريقه الحواوشي والكفته المقليه. حاضر من عينيا. كفته الرز ولا كفته عاديه؟ لا كفته عاديه. حاضر من عينيا. حاضر حاول. بس معلش، هو الحواوشي ينفع احط اللحمه في العيش طيبه؟ لا ما تنفعش تبقى مستويه خالص. لا لا خالص، انا هوصف لك الوصفه
وبعد كده عايزه تعمليها في طاسه على النار تنفع، عايزه تدخليها الفرن تنفع، بس ما ينفعش تبقى الحواوشي اللحمه بتاعته مستويه. في حاجه تانية، بشكرك يا ام نور. انا طبعا زي ما قلنا فردنا هنا قطعه من البلاستيك، ركزوا في الاكله دي لانها وصفه جديده قوي وحلوه قوي وهتعجبكم جدا جدا جدا. هنا بقى الخليط ده كاننا هنعمل كفته حاتي، كاننا هنعمل كفته حاتي. باخد اللحمه المفرومه اهي، واضيف عليها كميه البصل، واضيف عليها كمان معلقتين من الطماطم المبشوره، وبعدين اخد شويه من البهارات وشويه ملح وشويه فلفل، كاننا بنعمل كفته حياتي بالظبط. الجديد بقى هنا ان انا هاجي هنا ادعكها مع بعض الاول كده، ولازم تفضل يعني زي ما بنقول كده ندعكها لغايه ما تلبس معانا، يعني كل الخليط يبقى ملبس معانا، ده سواء في الكفته او في الخليط اللي احنا بنعمله ده. ليه بقى السر ده؟ بتتجانس مع بعض الحاجات وممكن ما تفكش معانا، ممكن اقدر اقلبها كويس قوي، ممكن اقدر اسيخها كويس، كل الحاجات دي تمام كده اهو. في بقى بعض الدول في الشام بيمسكوا اللحمه كده يخبطوها الخبطه دي. ليه بقى؟ بتخليها تلبس معانا اكتر او تتماسك معانا اكتر، او زي ما بنقول كده تعرق معانا. تمام، انا بس هدعكها شويه كمان. الوصفه دي يا جماعه من الوصفات الرائعه بجد، حاجه حلوه قوي قوي. انا بس هجيب طاسه، ممكن اعملها على الشوايه، ممكن اعملها على الشوايه المره دي بقى. هنجيب شويه من الزيت طبعا عشان في دهون هنا. تمام، شغلنا الشوايه وهنمسحها وهندهنها بشويه من الزيت اساسي. تمام، انا بقى هفضل اعجن في خليطي ده اللي هو اللحمه دي لغايه ما ارجع من الفاصل، عشان كده مش هعمل اي حاجه خالص غير اما نرجع من الفاصل. محدش يروح في اي مكان، دايما الجديد الممتع التعليمي هتشوفوه مع الشيف يوسف، ولكن بعد فاصل سريع خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا ما رضيتش اعمل حاجه خالص في الفاصل، عندي اللحمه مفروده، عندي كمان الكفته بتاعتي اضفت عليها البصل، شويه البهارات ملح وفلفل، ومعلقتين طماطم مبشوره. ادي قطعه اللية تكون قطعه خفيفه كده هنضيفها عليها اهو، يعني ممكن نقلب دي هنا ودي هنا. طبعا لعشاق اللحمه الضاني انا بتكلم، الطرب ده من الحاجات زي ما بنقول الروعه الجميله اللي معظمنا بيحبها. في حته هنا زياده اهي انا بقطعها. ليه بقى؟ لو انا جيت لقيت قطعه هنا فاضيه كده هحطها هنا. تمام، وبعدين ناخد الخليط بتاع اللحمه ده ننزل ونفرد. افرده بسمك بسيط ما يبقاش كتير علشان خاطر دي هتلف، فهيبقى اللحمه بتاعتي لو سمكها كبير هتبقى كميه كبيره قوي. تمام اهو، ناخد بالراحه وكمان نضغط عشان نملى كل الحروف دي. جميل، شايفين الضغطه دي بتفرد معايا للاخر اهي. اهم حاجه اللي جايه ده بقى عشان اسكن واثبت الطرب بتاعي او ستيك الطرب. انا سميته ستيك الطرب يعني شبه الستيك كده، بس روعه الروعه بجد، جربوه هيعجبكم قوي. انا حاطط قطعه بلاستيك تحت بعد ما فردت خلاص اهو. هنيجي هنا ناخد اللحمه من غير البلاستيك، من غير البلاستيك، مع الطرب، مع قطعه الطرب او المناديل، ونلف
اهو شايفين بتطلع معايا ازاي؟ رول رائع. سمك الرول ده حسب ما انت عايزين، يعني انا هنا الرول ده سمكه كبير، ممكن يكون السمك اللي انا عايزه اقل شوية، مفيش مشكلة خالص اهو. تمام، نلف كده، نلف كمان لغاية ما نوصل للاخر. بعد ما نوصل للاخر نحاول نطلع قطعة البلاستيك هنا ونضغط عليها كويس قوي ونلفها. بصوا بقى، بعد ما لفتها اللفة دي كده تمام اهي، عند الخلة الخشب دي هناخد كل سنتي قطعة من الخلة، كل سنتي قطعة من الخلة، علشان دلوقتي هتشوفوا. مستعجلين انتوا صح؟ حاضر، ثواني، هتشوفوا حالا ايه اللي هيحصل. باجي بعد كده بالراحة، كل سنتي اهو قطعة من الخلة، خلصنا خلاص اهو. ونيجي هنا نقطع الحتة الزيادة دي، هنرميها؟ لا، هسويها كده واكلها لوحدي انا. تمام، وبعد كده اجي بين كل خلاية واقطع. تمام، ايوه، الخلايه بقى اللي حددت لنا الايه؟ المقاس بقى بالشكل ده. بصوا يا جماعه، روعه والجمال عامله ازاي. نقطع كله وانا مش قلقان. طب يا شيف يوسف، انت هتسويها بالبلاستيك ده؟ لا طبعا، هنشيله حالا دلوقتي مع بعض. زي ما قلت لكم، بين كل قطعه من الخله باخد كده افرد واقطع للاخر خالص. يا هنا، يا صباح الفل. صباح النور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي، انا سامعك، اتفضلي. ممكن طريقه الحواوشي؟ عينيا، حاضر. كده احنا عندنا سؤال عن الحواوشي، ده تاني سؤال هعمله لكم ان شاء الله، قصدي هقول لكم عليه دلوقتي. حاضر حاضر اهو، تمام جميل. لو في قطعه كده ما فيهاش، انا هسويها لنفسي دي، انا بحب الحاجات اللي هي دايما بتبقى شكلها مختلف. شايفين بقى الدوائر بتاعتي؟ عايزين نشيل البلاستيك ده، هناخد واحده كده ونيجي هنا نشيل قطعه البلاستيك اهي 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 بمنتهى السهوله. هوريك واحده تانيه. حاضر 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 اهو. بصوا بقى، بنقطعها ونرفع ونشيل البلاستيك اهو اهو لغايه الاخر اهو. تمام، بعد ما عملنا الدوائر دي ونشيل البلاستيك بتبقى بالشكل ده. يعني انا مجهز شويه عشان نشوف هنسويها ازاي. زي ما قلت، يا نسويها على الشوايه يا نسويها كمان في طاسه، بس تكون الطاسه بتاعتنا مفتوحه علشان اقدر انيم فيها قطع الستيك دي. حلو قوي. هنا هنحط نقطتين زيت الاول، وبعدين اهو قطعه ستيك، قطعه ستيك اهي 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 جميل. هناخدها هنا وناخد قصادها واحدة تانية، وناخد معانا أم أحمد. يا أهلا وسهلا. يا صباح الفل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ أنا بخير، لما بسمع صوتكم والله. يا رب يخليك. لو سمحت ممكن أسأل حضرتك عن الحواوشي وأنا أعمل إهداء لإخواتي؟ حاضر، ده حلقة الحواوشي النهاردة. حاضر. لو سمحت ممكن اعمل اهداء لاخواتي؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك تحت امرك. بعمل اهداء لام ملك وام محمد. يا اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. واحنا بنقول لام ملك وام محمد كل سنه وانتم طيبين ودايما كده سعداء، وطبعا يا رب يكونوا بالف صحه والف خير. بصوا بقى المنظر يا جماعه، احنا يعني حبيت اوريكم تفاصيل التفاصيل في الستيك ده. شيف يسر هو مش هيفك خالص خالص، ولا تخاف. حلو قوي كده، ونجيب دي من الناحيه دي والناحيتين دول.
ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، طريقه حلوه قوي وجديده ومبتكره. طب يا شيف انت قلت هتعمل في الطاسات الصغيره، هناخد نقطتين زيت، نقطتين، لان انا عندي الحواوشي بتاعي فيه شويه من الدهون وكمان الكفته فيها دهون، وناخد بس خلوا الخله لبره. تمام اهو، نرفع بالراحه البلاستيك زي ما عودتكم. دي طبعا عشان لسه يعني اصولها ترتاح شويه، بس هنسويها برضه. وانا شغال كده عايز اخد معايا استاذ عبد العزيز. يا صباح الفل. صباح الفل يا شيخ يسري، اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي يا شيخ يسري، تسلم لي، ربنا يخليك يا رب، تأمرني. اكلك كله جميل ومنور والله يا شيخ يسري. ده انت اللي جميل يا استاذ عبد العزيز، الله يكرمك يا رب. شرفنا هنا في المحله الصراحه، وكنا مبسوطين بيك قوي. يا رب يخليك دايما كده ان شاء الله يا رب، تبقوا مستمتعين، ربنا يكرمك، تأمرني. ما هتسلم عليك بس اوعى تقول لك على اكله كده هي بتعملها بسيطه. اتفضل اتفضل. الو ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا بخير والله، اتفضلي انا سامعك. احنا عايزين نعرف طريقه العيش بلون. اللي ايه يا فندم؟ العيش بلون. لا مش سامعك والله كويس. يا نانسي لو سامعاها قولي لي، الله يكرمك. العيش بلون يا العيش البلون، حاضر من عينيا. من عينيا حاضر. حاجة تانية؟ طبعا ما تسهوش عليه علشان ما يتحرقش معاكم، يلون كده التلوينه الجميله دي الروعه دي. ونجيب الصينيه. هو كده استوى يا شيف يوسف؟ لا لسه. صينيه محطوط فيها ورقه الومنيوم، ومحطوط على ورقه الالومنيوم ورقه زبده، وناخد القطع بتاعتنا دي نحطها عكس عكاس عشان تاخد كميه اهي. تمام، شايفين انا بعمل ايه؟ وهوريكم بس عشان تكمل تسويتها وتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا الشكل الروعه اللي انتم شايفينه ده عملناه قدامكم، مش من وراكم خالص، عملنا قدامكم زي ما قلنا استيك الطرد حلو قوي. وكان جالنا اسئله كتير قوي عن كبده الفراخ، ممكن نعمل لها طبق لذيذ كده او طاجن في منتهى الجمال، عشان كده هعمله دلوقتي واحنا مع بعض. ولو عندنا وقت هنعمل لكم مشروب من مشاريب الشتاء، حاجه تدفي كده، مش هقول غير اما نشوف عندنا وقت ولا لا، يعني عشان خاطر انتوا عارفين ان دايما الوقت اللي بيحكمنا. عشان كده شايفين الخله انا بخليها لجوه علشان خاطر ما تتاثرش بدرجه الحراره بتاعت الفرن، وفي نفس الوقت تطلع معايا احلى ستيك زي ما قلنا هيقلب الدنيا، يعني هيعمل كده زي ما بنقول اكيد المصريين كلهم هيجربوه، واكيد المطاعم هتعمله. عشان كده بقول لكم حاولوا تعملوا اللي انتم عايزينه ولكن بمنتهى السلاسه. نقلب ده كده، شوفوا اللون تمام كده. هنجيبها هنا عشان هنا اسخن شويه، وناخد دي زي ما بقول لكم دايما نشيل البلاستيك بمنتهى السهولة، ما فيهوش مشكلة خالص اهو. واخر واحدة، انا عملت معاكم كمية كبيرة علشان تشوفوا التفاصيل وتبقوا مستمتعين معانا كده بالمنظر الرائع ده. هرفع ونودي هناك. كده تمام. عفوا، دخان بقى وكده. فاضل بس قطعتين كده هنعملهم مع بعض. ناخد كده نقطتين زيت. يا استاذة اسماء. ايوه. يا صباح الفل. صباح النور يا شيخ. ايه رايك في الستيك اللي احنا عاملينه ده؟ تحفه تحفه جدا يا شيخ. الله يخليك، جربيه بقى ان شاء الله يا شيخ. انا بسلم على حضرتك وبحب حضرتك جدا. تسلمي لي تسلمي لي يا اسماء، ربنا يخليك يا رب. انا عايزه بس اسال حضرتك على طريقه الحواوشي. على ايه يا فندم؟ طريقه الحواوشي. الزيت الحار؟
الحواوشي. لا الحواوشي ده مطلب النهارده جماهيري، عشان كده هنعمله مع بعض وهنقول كمان وننزله لكم على الشاشه. عينيا حاضر. حاجه تانية، ايه موضوع الحواوشي النهارده؟ اه كيلو من اللحم المفروم عليه ربع كيلو ليا مفرومه، ونص كيلو بصل مفروم ومعصور، وكمان اتنين سمر الطماطم مبشوره، وقرنين فلفل حار، وكمان عندنا ممكن نحط قرن فلفل اخضر لو حابين، معلقه من البهارات، معلقه من الكمون، ونص معلقه كزبره، ونص كوبايه زيت، والخبز البلدي بتاعنا. جميل. باخد الخليط كله اخلطه مع بعضه. قلبنا الدنيا بالدخان. ناخد الخليط بتاعنا كله زي ما قلنا. نغطيه احمد دخله الفرن بقى بعده. ونخلطه مع بعضه خلطه واحده، وبعد كده بعمله كور كده كبيره مش صغيره. اجيب العيش البلدي بتاعنا افتحه فتحه كويسه قوي، واحط قطعه من اللحمه واضغط عليها بايدي لغايه ما تتفرد في العيش كله. يكون عندي طاسه لو عايز اعمل على الطاسه. بجيب ورقه زبده ادهنها زيت من الناحيتين، وبعدين احط فيها قطعه او رغيف الحواوشي واقفل عليه كويس قوي، وبعدين ورقه الومنيوم واقفل عليها، وعلى نار هاديه، على نار هاديه عشان العيش بتاعي ما يتحرقش والحواوشي لسه ما استواش، واحط على النار كل شويه اقلبه. عايز احطه في الفرن بنفس الطريقه، بدخل في صينيه كبيره او صاج كبير الفرن لغايه ما يستوي معانا، وبالف الف هنا وشفا. غطيت يا احمد؟ تمام. خلصنا الحواوشي، هجاوب على الكريب انا مش ناسي، ولكن بعد ما احنا شغالين كده بنعمل شويه كبده فراخ حلوين، يعني ممكن يتاكلوا بالعيش، ممكن يتاكلوا جنب الرز، ممكن يتاكلوا زي ما انتوا عايزين، ولكن ممكن مع البطاطس الفيوريه زي ما بتحبوا. كبده الفراخ بتاعتنا مقاديرها عباره عن كيلو من كبده الفراخ طازه ومتقطعه كلها متقشره. يعني ايه متقشره؟ يعني متشال القلب اللي جواها، ومتشال كمان العروق الموجوده جواها. عندي بصلتين مفرومين، وفصين ثوم مفرومين، وكمان ثمره فلفل حار، ثلاث ثمرات فلفل الوان، عودين من البصل الاخضر، اثنين معلقه صلصه طماطم، واثنين معلقه خل، اثنين معلقه عصير ليمون، معلقه من البهارات او نص معلقه، ومعلقه من الصويا صوص، ونص كوبايه مرق كده عشان الصوص بتاعنا يبقى لذيذ، هنقدمه مع عيش بلدي او رز زي ما بتحبوا، وبالهنا والشفا. هنشتغل على حاجتين. يا استاذ مدحت صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ منور الدنيا كلها. تسلم لي يا رب، الله يخليك. انا بشكر حضرتك على السبانخ اللي كنت طالبها قبل كده اللي حضرتك عملتها امبارح. حبيبي انت طلباتك اوامر. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. ربنا يخليك لينا يا شيف. وايه اللي انت عامله النهارده ده يا شيف؟ دي مش ممكن. جربها. مش ممكن. جرب بجد، حاجه ممتعه. لا. شكلها حلو قوي، وخصوصا في المناسبات. انا وانت بتعملها انا حاسس بطعمها بتاعها يا شيف والله. ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك ابدا ابدا يا حبيبي، ربنا يكرمك. الله يخليك. تأمرني. صبح لي، انا بصبح على حضرتك وبشكرك، وتصبح لي على الكنترول. كلهم بيسلموا عليك يا حبيبي. ربنا يخليك، تسلم لي، انا بشكرك على اتصالك. تعالوا مع بعض نعمل شويه كبده كده حلوين، كبده فراخ. شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، تاخدش وقت خالص في التسويه، انتوا عارفين الكبده. وهنيجي هنا ناخد شويه من الكمون على الكبده، وشويه من الملح والفلفل برضو عليها اهو. تمام. وبعدين هنحط الكبده هنا تستوي براحتها، وهناخد البصل كله هنا الا شويه صغيرين، هقول لكم ليه. وبعدين بقى هنحط الحاجات بتاعتنا كلها مع بعضها، بس ما تخلوش الحاجه تتحرق. اهو البصل اهو يدبل معانا، وبعدين هنا تبلنا الكبده مع بعض مع كمون وملح وفلفل. هننزل سيبها تلون معانا
لما بتلون معانا بتقفل كل المسام ما تطلعش اللي جواها. جميل. وبعدين ده هيبقى فيها صوص، انا عايز احتفظ بالعصاره اللي جواها. زي ما انتم شايفين كده كل الحاجات قدامكم طبيعيه 100%. البصل يدبل شويه، البصل يدبل شويه، هننزل عليه ببقيه المنكهات. ليه؟ لان انا بعد كده هضيف كله على بعضه، فعايز طعم البصل يبقى موجود معايا. هناخد الثوم، ناخد البصل الاخضر، نوعين بصل يا شيف يسري جربوا. يعني انتوا عارفين انا لما بقول لكم على حاجه، انتم من زمان من 20 سنه عارفين ان انا لما بقول على حاجه بتبقى الحاجه الصح. الفلفل كمان هنا، الفلفل الالوان ثلاث الوان، ما عنديش فلفل الوان يا شيف يسري، وبصراحه يعني مش لاقيه او مكسله او كده. ينفع فلفل اخضر، ينفع فلفل اخضر، بس احنا طبعا علشان خاطر احنا عندنا اللون بيبقى مشهي شويه، عشان كده احنا دايما بنعمل لكم بالالوان دي. حط شويه زيت كمان ونقلب هنا. موضوع حاجه حلوه قوي. الكبده بدات بتلون معانا اهي. هنعمل ايه؟ هنقلبها. تمام. كمان قلبه اها. تمام. ونسيبها برضو تكمل تسويتها، بس ما توصلش لدرجه التسويه الكامله. كنت مخلي هنا شويه من البصل هنحطهم عليها، وبعدين هنحط الفلفل الحامي هناك، وناخد عصير الليمون بقى. اول ما الكبده تستوي معانا هنضيف هنا جزء وجن هنا جزء. يا استاذه ملك. يا ملك. الو. يا صباح الفل. يا استاذه ملك. الو. بص يا ملك، استسمحك ممكن تقفلي او توطي التلفزيون خالص عشان تقدري تسمعيني من التليفون. ماشي حاضر. اتفضلي. انا كنت بس بسلم على حضرتك. تسلمي، ربنا يخليكي. مالكيش اي سؤال؟ لا الله يخليك. ربنا يخليك يا ملك، وانا سعيد اني بسمع صوتك. بس انا عايز بس استسمحكم لما تيجوا نتكلم مع بعض، في الصوت بيوصل للتلفزيون بعد التليفون بشويه، فبيحصل صدى صوت. فعشان كده اول ما نيجي نتكلم مع بعض وطوا التلفزيون خالص وكلمونا من التليفون عشان تسمعونا وتتفرجوا علينا برضو. جميل. الكبده اهي لونت معانا شويه وقفلت المسام اهو. وبعدين الخضار بتاعي بقى زي الفل اهو، الدنتي يعني مقرمش. هنيجي بقى نحط هنا عصير الليمون والصويا صوص والخل وصلصه الطماطم. تلوش كل ده هيتضاف على الاكل اللي هناك او على الخضار اللي هناك بعد ثواني. تمام. بصوا بقى، اول ما تستوي معايا الكبده مع الخضار عايز اقدمها على طول بالشكل ده مفيش مشكله. لو عايزين تاخدوها تدخلوها طاجن في الفرن مفيش اي مشكله. تمام. يعني انا بقول لكم اللي انتوا عايزينه تعملوه. مين معانا؟ يا استاذه صباح. نعم. صباح الفل يا استاذه صباح. صباح النور. اتفضلي سامعك. لو سمحتي. ايوه انا سامعك، اتفضلي. اسمي رباح. رباح، جميل الاسم يا استاذه رباح، اسم جميل والله. عامل ايه؟ انا فرحانه اني بكلمك. وانا سعيد قوي اني بسمع صوتك، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. انت عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله، تأمريني. أول مرة أدخل على الهواء، أنا بحبكم أوي يا شيخ. يا رب يخليك، تأمريني تحت أمرك. الله يخليك. ممكن لو سمحتي بس طلب صغير؟ اتفضلي. بلح الشام، طريقة بلح الشام. عينيا، حاضر، هقول لك على بلح الشام. تمام. عايز أجاوب على الكريب قبل ما نخرج الفاصل. الكريب هو عبارة عن جزء من حلو وجزء حادق. الجزء الحلو بنضيف عليه شوية قرفة، شوية بشر برتقان، شوية فانيليا، شوية سكر، لكن الأساس كوباية ونص من الدقيق، خمس بيضات، نص لتر لبن، معلقتين زبدة سايحة، معلقتين زيت، ملح وفلفل، بقى كريب حادق.
الحاجات اللي انا قلت عليها في الاول يبقى عندي كريب حلو. تمام كده، المقادير اهي قدامكم صوروها، ده الكريب. اما الكفته، شفتوا حضرتكم اللحمه اللي انا عملتها دي، لو انا زودت عليها شويه فريك، شويه برغل، شويه من البقسماط، وخدتها بعد كده صبعتها وحمرتها، هتطلع معانا زي الفل الكفته المقليه. والكفتة الحاتي قدامنا صوروها برضو عشان يبقى كده عملنا كل الحاجة وجاوبنا على كل الأسئلة. بصوا كده، بلح الشام يا رباح، اسم الجميل قوي يا رباح. مقاديرنا نص لتر من المية على النار، عليه نص كوباية زيت، وبضيف عليه كمان معلقة سكر ورشة ملح، وبعد كده بنزل عليه بنص كيلو من الدقيق ورشة فانيليا، وأقلب كله مع بعضه لغاية ما أول ما يغلي، أقلب كله مع بعضه تبقى عجينة واحدة. بعد كده بنزل عليه بست بيضات، بيضة بقرة بيضة، لغاية ما تبقى عجينة لزجة شوية بالكيس. بعد كده باخد بالكيس أقطع على زيت بارد، ويبقى معايا كده أحلى بلح شام. أول ما يطلع أنزله في سيرب تقيل، سيرب تقيل عشان خاطر يبقى من بره مقرمش ومن جوه طري. بصوا بقى، ادي كبده الفراخ، ادي الخضار، جاوبنا على كل الاسئله. انا هضيف اهو كل الخضار اهو، شايفين بقى شويه الصوص دول، يا سلام كده لما نسقسق فيهم العيش البلدي المقرمش وناكل، او العيش الطري بلدي برضو خارجين من الفرن، ونعملها ودن القطه كده، والف هنا الف هنا وشفا. هسيبها تغلي نص غلوه وادخلها في طاجن، لو حابين تدخلوها الفرن. عايزين تاكلوا كده على طول بالف هنا وشفا. عشان كده هستاذنكم اخد فاصل، كنا هنعمل مشروب النهارده شتوي، خليناه ناجله ممكن بكره او بعده، ما فيش مشكله خالص، ولكن بعد الفاصل هنكمل مع بعض. ما حدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي مع شيف يوسف، برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد ما عملنا مع بعض صنفين حلوين قوي. عملنا كبدة الفراخ اللي انتوا طلبتوها مع شوية صوص كده لذيذ ورائع، ممكن نعملها في طبق وممكن ندخلها طاجن في الفرن تبقى روعة برضه. وستيك الطرب، ستيك الطرب ده حكاية، انا عارف ان كل صفحة الحياة تي هتجيلها اسئلة عن ستيك الطرب ده قد كده. عشان كده زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض ان شاء الله، اشوفكم على خير، السلام عليكم.